شكرا للزميلة نوف المرشدي على هذا التقرير المميز. مشاهدينا، من هذا التقرير ننتقل معكم إلى فقرة أخرى من فقرات صباح الشارقة، وخدمة العملاء الممتازة تعني تلبية احتياجات عملائك بسرعة وحماس، وتوجد العديد من الصفات والعناصر الضرورية لتحقيق خدمة عملاء ممتازة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف ونرحب معا بالدكتورة عبير ناجم الراسبي، وهي استشارية التدريب والتطوير القيادي والوظيفي. يا هلا ويا مرحبا بك، يسعد صباحك دكتورة. صباحكم نور وسرور، حياكم الله وشكرا على الاستضافة عزيزتي. اليوم موضوعنا موضوع جميل في الحقيقة، وأنا أعتقد أنه يعني من المواضيع المهمة والضرورية بالنسبة لقطاع المال والأعمال والشركات كذلك. صحيح. خدمة العملاء، أهمية هذه الخدمة بالنسبة للعملاء. طبعا خدمة العملاء، إذا بنرجع شوي ورا في سؤالك، العميل يعتبر خلينا نقول اللبنة الأساسية لأي مشروع، لأي شركة، لأي جهة، سواء كانت حكومية أو خاصة. فبالتالي يحتاج العميل، تحتاج الشركة أو المؤسسة أو الجهة المعنية التركيز بشكل كبير جدا، وخلينا نقول بشكل أساسي، على العميل. لأن ببساطة إذا حطيناها في جملة بسيطة جدا، إذا ما عندك عميل ما عندك مؤسسة أو ما عندك شركة. صحيح. من الأساس. فخدمة العميل تعتبر أول أساس يقوم عليه عملية رحلة العميل مع المؤسسة أو مع الشركة أو مع رائد الأعمال في مشروع. تبدأ النقطة من فهم العميل. لازم يكون في فهم كامل وتحديد كامل من هو العميل الذي أنا أخدمه من خلال الشركة هذه أو من خلال المؤسسة هذه. فبالتالي نبدأ من هالنقطة ونقول كيف نبدأ رحلة العميل أو خدمة العميل في المؤسسة. نعم. فهم العميل، احتياجاته، رغباته، لماذا هي مهمة جدا هالعملية، عشان أقدر أوفر له ما يحتاجه من المؤسسة أو الشركة أو المشروع اللي أنا أقدمه. نعم. للعميل. هل لابد لموظف خدمة العملاء أن يكون قادرا دكتورة على حل المشكلات؟ لأن موظف خدمة العملاء يواجه عملاء كثر في الحقيقة، ومن شخصيات مختلفة. صحيح. لابد أنه يكون قادر على التعامل مع هذه الشخصيات المختلفة. صحيح؟ صحيح. طبعا حتى هذا من تجربة شخصية، أنا كنت موجودة في قطاع مصرفي وحاليا في قطاع تربوي، ويمكن 90% من يومي يكون مع العملاء، سواء كان العملاء هذه الطلبة أو كانوا في القطاع المصرفي. لازم يكون عند موظف أو المدير في خدمة العملاء مهارة التعامل مع العميل ومهارة حل مشكلة العميل. طبعا ممكن ما يكون عنده هو شخصيا الحل، يعني ما يقدر يقدم الحل في الحال للعميل، لكن كيف أنا أتعامل معه، كيف أهدي من العميل هذا، وكيف أنا أوجه العميل هذا للخطوات اللي هو يحتاجها عشان يقدر يحل المشكلة اللي هو موجود فيها، أو أساعده في حل المشكلة هذه. وعقب ما يخلص موضوع المشكلة هذه وتنحل، لازم يكون في تواصل بعد هذا الموضوع مع العميل. هذا يعتبر جزء من حل المشكلة. عقب ما تنحل المشكلة والعميل يكون مرتاح ومبسوط ومستانس على الحل اللي هو حصله، لازم يكون في مراجعة، مثل ما يقولون تغذية رجعية. عقب كذا لازم أرجع أتواصل مع العميل، أتكلم مع العميل. لازم يكون في خلينا نقول اللي هو الاتصال العاطفي مع العميل من عقب ما حل له مشكلته، لأن بهالطريقة أنا راح أخلي العميل هذا موجود معي في المؤسسة، ما راح يخلي مؤسستي لمجرد مشكلة معينة واتجه لمؤسسة ثانية أو مشروع ثاني أو شركة ثانية. نقطة ضرورية، وأعتقد أن هذه النقطة تعتبر من النقاط المهمة في الحقيقة، أن اليوم موظف خدمة العملاء أو رائد الأعمال أو عند أي مشروع لابد أن يتواصل تواصل فعال مع العملاء. صحيح؟ كيف يمكن أن يحافظ على هذا التواصل ويحافظ على هذا العميل في نفس الوقت يتعرف على عملاء ويعني يجذب عملاء آخرين؟ بالضبط. العملية يعني خلينا نقول مثلا في رحلة عميل مع أي مؤسسة أو مشروع، تبدأ الرحلة هذه من أول مرة يسمع العميل عن المؤسسة أو عن الشركة. نعم. أول مرة يسمع الاسم، سواء قراه في إعلان، سواء حد خبره عنه، سواء شافه في تواصل اجتماعي. هنا تبدأ الرحلة، ومسؤوليتي أنا كشركة أو كمؤسسة إن أنا
كيف أجذب العميل هذا؟ من أولاً عن طريق الرسالة اللي أطرش لياها، وعقب كذا كيف أنا أحافظ على العميل هذا ويكون في عندي تواصل مستمر مع العميل، سواء التواصل هذا عن طريق عملية أنه يكون في دائماً مثلاً بوسائل التواصل الاجتماعي، بالمكالمات. طبعاً إحنا أحياناً نضجر من هالمكالمات، لكن لما تكونين عميل، خلينا نقول عميل مستمر، أو لك مثلاً نوع من العلاقة الطويلة مع المؤسسة، عملية الاتصال هذه بالعكس أنا كعميل أشوف أن هم مهتمين فيني. عملية تقديم الخدمات أو أخذ رأي العميل في الخدمات المقدمة، وكيف تحسين الخدمات هذه أو تحسين المنتجات هذه. فالتواصل المستمر وأخذ رأي العميل بشكل مستمر في رحلة تطوير المنتج أو الخدمة اللي تقدمها المؤسسة، هذا بيعطيك عميل له ولاء كامل لمؤسستك. صحيح. صحيح. له ولاء كامل للشركة اللي أنت تقدم له فيها الخدمات أو المنتجات، وراح يكون هو خلينا نقول دعاية لك، تسويق ببلاش. بيكلم فلان، بيكلم أصدقائه، بيكلم ربعه، بيكلم الناس اللي هو يشتغل معاهم، أنه أنا أتعامل مع الشركة الفلانية، أو أنا أتعامل مع السيستم الفلانية، أو الشخص المسؤول في المؤسسة الفلانية. فهذه الدعاية مجانية أنت تستخدمها عن طريق أن أنت تحافظ على عميل واحد أو مجموعة من العملاء، بالتالي أنت راح تزيد إيرادك كمؤسسة، وإحنا نتكلم أكثر شيء عن المشاريع أو رواد الأعمال، وتيب لك عملاء زيادة في نفس الوقت. أكيد رائد الأعمال يمثل الواجهة، خلينا نقول، أو موظف خدمة العملاء يمثل الواجهة لأي مؤسسة في الحقيقة. صحيح. وذكرتي نقطة أن كذلك التواصل يمكن أن يكون عبر المكالمات الهاتفية أو عبر الهاتف. من مهام ووظائف الموظف هذا أن يرد على المكالمات. صحيح. ويتواصل مع العملاء عبر الهاتف. صحيح. هل هناك تعليمات معينة يجب أن يتبعها عند التواصل عبر الهاتف وعند الرد كذلك على المكالمات الهاتفية؟ شوفي، أول شيء يعني أول نقطة يحتاجها الموظف في الرد حين التواصل أو الرد على العميل، إنه لازم يخلي العميل يشعر بأهميته للمؤسسة، الشعور العاطفي على المستوى العاطفي، قبل ما يكون على مستوى إن أنا شركة وهو عميل وأنا أحتاج يكون شعور عاطفي كإنسان، هذا يفرق وايد مع العملاء. طبعا هاي أول نقطة. وثاني نقطة، لازم يكون في، ما بقول للعميل هو دائما على حق، يعني يمكن هذه هي خلينا نقول الترند في كل المؤسسات والشركات، لكن لازم تعطيه الاحقيه انه يكون عنده الراي خلينا نقول الاول والنهائي في المنتج او الخدمه اللي انت تقدمها، لان بالنهايه او بالاتبعيه هو اللي راح يستخدمها، فبالتالي انت لازم تقدم له شيء اللي هو محتاجه، مش الشيء اللي انت تبى تعطيه له اياه او اللي انت تبى توصل له اياه، شو هو محتاج هذا اللي هو انت تحتاج تقدم له اياه. فعمليه الرد لازم يكون هالشعور موجود على المستوى العاطفي، خلينا نتكلم في البداية، وبعدين على مستوى الخدمة أو المنتج اللي أنت قاعد تحاول تسوقه. طبعا حاليا يمكن أنا شيء هذا أنا شخصيا كعبير، يعني هالشيء يمكن أنا ما أحبه وايد، مع أنه هال خلينا نقول الترند اللي موجود، أنه التواصل عن طريق خلينا نقول الذكاء الاصطناعي، أنه يكون في مشين هي اللي ترد عليك وتاخذ منك الاحتياجات وتتواصل مع هذا. انا اعتقد ان الالكتروني انا اعتقد ان هذا الشيء احيانا يفقد الصله مع العميل، يضيع الرابط اللي انت تحاول تحطه مع العميل. فلازم يكون في اوبشن. في ناس اوكي بالنسبه أخرى. لهم هي في ناس بالنسبه لهم جميل، انا ممكن اتواصل مع الصوت الالكتروني او الرد الالكتروني واخلص معاملتي، لكن في ناس تحب، خاصه العملاء اللي هم وايد مرتبطين بهالبراند او هالمؤسسه او هالشركه، يحبون يكون في تواصل بشري، ان انا شخص اكلمه ويشعر بما اشعر به انا كعميل واحتاج ان انا اوصله. فاعتقد انه لازم يكون التو اوبشنز موجودين في اي مؤسسه او اي شركه. يعني كما ذكرتي التواصل او التحول الرقمي ان صح تعبيري مهم جدا، ولكن كذلك يجب ان يكون هناك توازن ما بين التواصل مع موظف خدمة العملاء نفسه، لربما يحل مشكلة ما، أو مثلا يرد على مكالمات واتصالات العميل نفسه. هو مهم بس على خلينا نقول مهم بس على مستوى التواصل العاطفي مع العميل. نعم. أكثر. صحيح. ما أنه تحلي له مشكلة معينة. نعم. أنا كرائد الأعمال اليوم كيف أحسن تجربة العميل؟ هل هناك خطوات يجب أن أتبعها؟
أكيد يعني تجربة العميل تجربة كبيرة، ومثل ما ذكرت تبدأ من أول مرة يسمع فيها العميل عن مشروعك أو عن البرودكت أو المنتج اللي أنت تقدمه لين ما يوصل لموضوع خدمة العملاء اللي هي جزء من رحلة العميل. جميل. وخدمة العملاء هذه تكون إن في عنده مشكلة وأنت قاعد تحل إليها، فهالرحلة الطويلة هذه بتحتاج كثير من الخطوات. أولاً ومثل ما ذكرت قبل كذا التواصل العاطفي مع العميل لازم يكون هالشيء موجود، أنا خلنا أقول 100% مش 100% بس، لأن أنت بهالطريقة تكسب العميل ويكون أداة إعلان وتسويق لك مجانية. لازم يكون في رحلة العميل هذه جزء كبير أن أنا أوفر له احتياجاته ورغباته. صحيح. ولازم يكون هالأساس، لأن إذا أنا ما قدرت أوفر له هالشيء معناته أنا البزنس مالي ما إلى ضرورة من الآخر، وبيتركني وبيروح لحد آخر، شركة أخرى أو رائد أعمال أخرى أو مشروع آخر يوفر له يحتاجه. صحيح. فبالتالي أهم شيء أن أنا أعرف شو احتياجاته، شو رغباته، كيف أنا أوفر له إياها، كيف أطور له إياها، لأن طبعا في رحلة العميل أو خلينا نقول في رحلة المنتج أو الخدمة اللي أنا أقدمها في مراحل. في البداية بتكون شيء جديد وبيكون العميل جدا مستانس عليه ومبهر وشيء جديد قاعد أجربه، وبيوصل لمرحلة أنه أوكي شو الجديد الحين، أنا قاعد أستخدم نفس المنتج أو نفس الخدمة بنفس المنظور لكم من سنة. فلازم يكون عند رائد الأعمال النظرة أن لما أوصل لمرحلة معينة في المنتج أو الخدمة اللي أنا أقدمها لازم أنتبه أن العميل بدأ خلينا نقول يمل. فلازم يكون في ابتكار جديد، لازم يكون في أشياء جديدة أنا أقدمها، إبداع جديد. فبالتالي هنا بيكون عملية التواصل مع العميل، أرجع أخذ آراء العميل، شو الأشياء اللي أنت تحب نحن نطورها، شو اللي نعدلها، فبالتالي تبتدي رحلة جديدة. فهي رحلة متواصلة دام أن البزنس أو المشروع موجود، هالرحلة متواصلة مع العميل على أساس أن أنت تخلي العملاء موجودين. أكيد عندك. أكيد دكتورة، بما أن نحن نتكلم عن السلع والمنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات اليوم للعملاء، ما هي أهمية تسهيل وصول هذا المنتج للعميل في الوقت المناسب؟ طبعا اكيد، يعني هو حتى على مستوى شخصي اذا انا ما وصل لي البرودكت في الوقت المناسب ما بتعامل مع الشركه هاي مره ثانيه. فهذا يعتبر بعد جزء من رحله العميل مع المؤسسه. لازم يكون عندي تقدير مناسب ان متى ما طلب العميل الخدمه لازم افهم العميل. مثلا اذا انا عارف ان المنتج او الخدمه هذه راح تاخذ 5 أيام، لازم العميل يكون عارف انها راح تاخذ 5 أيام للأسباب التالية. لازم أشرك العميل في الموضوع هذا، لأنه راح يقدر لي أنه أوكي أنا عارف أنه بتاخذ وقت، فخلاص أنا ما راح أن أنا أتم أتصل ليش ما وصلني، أو أتم أطرش إيميلات أو أطرش تكست أنه ما وصلتني خدمة، أنا طالب من 5 أيام ليش ما وصلت. فإن أنت تشرك العميل في عملية مثلا من الطلب لين ما توصل الخدمة أو المنتج للعميل، هذا يكون هو عارف الرحلة هذه، فبالتالي تعتبر جدا مهمة توصل في الوقت اللي أنت تحدده. صحيح. مش إن عقب ما تحدد، فبالتالي لازم أنت يكون عندك تقدير صحيح ومناسب. جميل. متى راح توصل الخدمة أو المنتج للعميل. نعم. تفاصيل صغيرة إذا نحن ركزنا عليها يعني تفرق. بتفرق وبتساهم بشكل كبير في نجاح هذه. صحيح. الشركات ونجاح هذه المشاريع. صحيح. صح التعبير. هل خدمة العملاء هي نفسها تجربة العملاء؟ لا، خدمة العميل مثل ما ذكرت هي جزء من رحلة تجربة العميل مع المؤسسة. الخدمة هذه تكون عقب ما يكون العميل يا المؤسسة أو المشروع، عقب ما أخذ منك المنتج أو الخدمة، عقب ما جرب وعقب ما استوى عميل دائم ويأخذ منك مرة ومرتين وثلاث. خدمة العملاء أتي عقب ما يبتدي مثلا يكون في مشكلة معينة أو يكون عنده في فيدباك معين أو اقتراح معين، هنا تي عملية خدمة العملاء. وطبعا لازم تكون على أعلى مستوى، لازم تقدمها بشكل جدا راقي، جدا خلينا نقول بشكل مركز على العميل هذا اللي قاعد يتكلم معك، لأنه هو اللي راح أجين بيكون معك على مستوى الخط وبيكمل معك وبينشر لهاك. شو بالنسبة لأهمية التحدث مع العملاء ومعرفة احتياجاتهم، وكذلك يعني تقبل أي اقتراح ممكن أن يقترحه العميل بالنسبة للشركة بالنسبة لرائد الأعمال؟ صحيح، أنا أعتقد التحدث للعملاء وأخذ رأيهم هذا يبتدي حتى قبل ما تبتدي المشروع وقبل ما تبتدي الشركة مالتك وقبل ما تبتدي المؤسسة. صحيح. أنت في البداية لازم تحدد من هو عميلي وماذا يحتاج
ولماذا يحتاج. هالأشياء الأساسية بتحدد لك كيف راح يبتدي المشروع وكيف راح إن أنت تمشي في مشروعك هذا. فالتحدث العملاء يبتدي قبل ما تبتدي المشروع كرائد أعمال أو كمؤسسة أو كشركة، وبعد ما تبتدي وفي رحلته معاك لين ما يعني ما قدر الله. فجدا مهم نحن نستمع للعميل، جدا مهم ناخذ آراء العميل، جدا مهم يكون في التواصل الاجتماعي والعاطفي مثل ما ذكرت، لأن أنت يكون في مثل خلينا نقول خط وصل بينك وبينه، تاخذ منه الفيدباك، تاخذ منه الاقتراحات، تاخذ منه آراء في المنتج او في الخدمه اللي انت تقدم له اياها، وبالتالي انت تقدر تطور نفسك من غير ما تجيب لك مثلا شركه استشارات وتقول لك سوي كذا وسوي كذا، انت عندك العميل هو استشاري أكيد. مجاني لك يعطيك كل الاقتراحات صحيح. اللي تحتاجها. يعني النقاط اللي ذكرتها هي يعني تعتبر فوائد رضا العملاء على بالضبط. الشركات صحيح. هل هناك فوائد اخرى؟ في فوائد أخرى من رضا العملاء أو من خدمة العملاء أو تقديم الخدمة المناسبة، أن أنت استمرارية المشروع مالك. أنت إذا لما تفتح شركة أو تفتح مشروع أنت مو فاتحنه لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، أنت حابب أنه يتم مدى العمر خلينا نقول. فاستمرارية هالشيء يعتمد على العملاء اللي أنت تخدمهم، يعتمد على طريقة تواصلك معهم، يعتمد على طريقة تقديم الخدمة والمنتج اللي هم يحتاجونه. هالأشياء الأساسية الثلاثة هي اللي تحدد لك استمرارية مشروعك أو الشركة وإلى متى. يعني أنت على أساسه بتعرف أنا بتم في السوق 4 سنين، 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة، ولا مدة محددة. شو بالنسبة للتحديات دكتورة عبير، هل هناك تحديات معينة يجب أخذها بعين الاعتبار ويمكن أن تواجه كذلك رواد الأعمال في مسألة التعامل مع العملاء اليوم؟ العملاء يعني خلينا نقول قاعد يصعبون مرة عن مرة بالنسبة لرواد الأعمال خاصة. يمكن الشركات الكبيرة يمكن وضعها شوي يكون مستقر شوي أكثر، لكن بالنسبة للمشاريع الصغيرة ورواد الأعمال التعامل مع العملاء شوي يكون تحدي، لأن العميل دائما يبغي كل شيء جديد، كل شيء مبتكر، كل شيء خلينا نقول آخر الصيحات في السوق. صحيح. فأنت كرائد أعمال أو كمشروع صغير ما تقدر أن أنت توصل لكل الأشياء هذه في نفس الوقت. أكيد. فبالتالي لازم يكون التحدي أن أنت شو اللي تختار تركز عليه. بتركز أن أنت مثلا تدمج الذكاء الاصطناعي والتطور الإلكتروني مثلا في البزنس مالك. نعم. ولا بتركز أن أنت مثلا يكون عندك التواصل الدائم مع العميل وتاخذ من آراءه. يعني هي التحديات كثيرة جدا، منها يعني أنا خلينا نقول واللي موجود حاليا في السوق اللي هو موضوع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وكيف إن إحنا ندمجها في مع رواد الأعمال أو في المشاريع هذه بطريقة إن ما تكون ثقل على رائد الأعمال أو على صاحب المشروع، لأن طبعا هاي بروحها تعتبر يعني نوعا ما تكلفة كبيرة، وفي نفس الوقت أقدر أرضي العملاء هذه وأقدر أخليهم يكونوا موجودين معي في البزنس. فأنا أعتقد إن هاي كثر ما هي تعتبر ميزة بعد تعتبر تحدي لرواد الأعمال والمشاريع، عملية الذكاء الاصطناعي واستخدام التكنولوجيا وتطويرها ودمجها في المشاريع. صحيح. دكتورة، كلمة توجهينها لكل من يتابعنا في هذه اللحظات؟ طبعا بالنسبة لرواد الأعمال أعتقد أن الكلمة اللي بوجه لهم إياها أن عملية المثابرة. الفشل مش نهاية العالم مثل ما يقولون، هو درس الواحد يستفيد منه ويقدر يأخذ منه عبرة ويقدر يأخذ منه شيء أنا أقدر أكمل فيه. نعم. فعملية الاستمرارية والتعلم من خلينا نقول الكبوات اللي تكون موجودة في الطريق، لأنها بتكون كثيرة، مش إن هي مش موجودة، بتكون نعم. كثيرة جدا، بس التعلم منها. نعم. والاستمرارية. الصحة والعافية. الله نحن شاكرين لك في الحقيقة تواجدت معنا اليوم في استديو صباح الشارقة. شكرا. شكرا جزيلا ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك.